في كتابه الكريم ايه؟ يا ايها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان خيركم عند الله اتقاكم. لا ما قالش كده، قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم، انا اسف، ده قران، خلي بالك يا استاذ الفاضل. مش لا لا لا، انا مش داعيه اسلامي، انا ما قدمتش نفسي للناس ان انا داعيه اسلامي، انا كاتب صحفي. انا لما اقدم نفسي ان انا داعي اسلامي واتبع السنه واتبع القران واقدم نفسي ان انا حافظ كتاب بس الله، بس معناه ان انا قريت في القران. لا انا اسف، انا اعتذرت الغلط، انا بتكلم في المعنى، ما قلتش الايه. طب اتفضل اتفضل حضرتك. انا ما جاوبتش، اسمعني بس، انا لا جاوبت الايه ولا لطلتها عشان تقول لي ده غلط. اتفضل يا فندم، بعد اذنك. انا بقول لك المعنى، المعنى ان الايه مش هنتصيد لبعض اخطاء ملهاش علاقه بحوارنا. انا بقول لحضرتك، ربنا لما خاطب خاطب الناس، ما خاطبش المسلمين ولا خاطب اصحاب ديانه عن اخرى، صح؟ الكلام موجه للناس، جعلناكم شعوبا لتعارفوا، صح؟ يعني انا النهارده بعرف من الشعب ده اللي يفيدني. واذا كان الشعب اللي انت بتقول عليه شعب، حضرتك ممكن حضرتك لو سمحت انا ما خلصتش كلامي. لو سمحت، طب انا لو سمحت يا دكتور ياسر، انا كده مش هفتح معاك يا دكتور ياسر. يا دكتور ياسر لو سمحت، اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت، انا باخد في القران. طب انا باخد دوري يا دكتور، بعد اذنك. حضرتك بتقول ده يا استاذي من حق الناس. يا دكتور، يا دكتور لو سمحت، انا كده انا يا دكتور يا استاذ، هضطر ان انا اطلع فاصل. لا 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 يا استاذ محمد، كده هضطر ان انا اطلع فاصل كده. لا معلش كده، اسلام على فكره. اتفضل بعد اذنك يا دكتور. اتفضل الحديث ان حضرتك، اتفضل يا استاذ محمد، بعيدا عن عشان اوصل المعلومه. اتفضل. انا بقول لحضرتك، ربنا امرنا بالتعارف رغم ان احنا شعوب وقبائل مختلفه في الديانه وفي الاجناس وفي الاعراق، صح؟ لا غلط. طب خلي يا فندم اكتب يا فندم، غلط ده حضرتك سجلها يا فندم. صح يا فندم، انا بقول يا دكتور ياسر، يا دكتور ياسر، ولو انا غلطان هقول انت غلطان. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل اتفضل. انا النهارده لو افترضنا ان شخص من ديانه اخرى، سواء من اخواتنا المسيحيين او من اي ديانه تانية، تمام، سن سنه جيده، عمل لي حاجه الناس مشيت عليها بسببها، تراحموا او تواصلوا او تحابوا، زي ما الرسول قال افشوا السلام بينكم، صح؟ اتفضل. هل انا اعتبرها بدعه؟ هل انا النهارده الغرب حدد يوم اكمل بس؟ طيب اتفضل. الغرب حدد اليوم ده للاحتفال بالام. طب انا بقول شر الامور محدثاتها، تمام، صح يا عم الشيخ؟ كلام هل ده شر؟ انت طيب خلينا بقى. طيب يا دكتور ياسر، طب انت حضرتك كده خلاص خدت وقتك. هل النهارده لما احتفل بامي ومجدها في يوم واحد في السنه ده شر ولا خير؟ طيب يا دكتور ياسر، يعني ما يدير حضرتك ان انا احتفل بامي طول اليوم واعمل لها يوم اكرمها فيه، او ان انا يعني ازيد من احتفالي بيه؟ يعني ما الضرر الواقع على حضرتك بدل ما تثني على ذلك وتقول ان ده من مصلحه إن يعني نخلي دي سنه حسنه وتبقى مطلقه في الشارع؟ اقول لحضرتك ليه حضرتك تقول لا ده غرب وكفر وكلام من ده؟ هقول لحضرتك، انا شفت بنفسي. اقول لحضرتك، الانسان طاقه، في حاجات كده في علم النفس يقول لك ايه، فرغ طاقه الانسان، واخد بال حضرتك، وبعد كده ايه، طلع اللي جواه. فهو النهارده يفضل طول السنه يسيء. انا ما بتكلمش على محمد بيه. طب اذا كان محسن طول العام، طيب يبقى احنا نرجع للدين بتاعنا. يبقى ان كان محسن او ان كان مسيء، انا عندي ضابط يحكمني. ايه هو الضابط ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام، لقيهم بيلعبوا في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهليه. حديث في صحيح البخاري، تمام. الحديث عند النسائي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني. فيومان بنلعب فيهما في الجاهلية، قال إن الله أبدلكما خير منهما. عيد الفطر وعيد الأضحى، تمام. إذن العلماء يقولوا الآن إيه؟ يقولوا الأصل في المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء الإباحة، لكن الأصل في العبادات المنع. دي قاعدة أصولية، لازم تمام. لازم المسألة دي نخلي بالنا منها يا محمد بيه. لا أنا أقول لحضرتك، الأصل في العبادات، أنت بتقاطعني بقى أهو، أنت بتقاطعني بقى أهو. الأصل في العبادات المنع، بمعنى إيه؟ العبادة لازم أعملها زي ما سيدنا النبي قال، تمام. ما ألفهاش من عندي. ليه؟ تمام. لأن لو كل واحد هيألف من عنده، المليار مسلم كل واحد له دماغ مختلفة. خليك معايا، أنا هقول لك ده بعيد الأم واحتفال بالأم. ده سؤال محترم أوي. ليه بعتبره عبادة؟ ما الفرق بين العبادة والعادة؟ كيف نميز بين الشيء إذا كان عبادة وإذا كان عادة؟ قالوا إذا ورد فيها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من الله عز وجل يبقى عبادة. خلاص، جه في نص في القرآن أو نص في السنة، يبقى خرج من كونه عادة لكونه عبادة. الشيء ده حلال ولا حرام؟ حلال. أنا هفضل أشرب الشاي حلال. الإباحة الأصل في الأشياء، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، جائز أهو.
لو جالي نص ان الشاي او ما يقاس عليه او فتوى من العلماء. اقول لي بقى حضرتك النص اللي بيمنعك من الاحتفال بالام. النبي لما دخل قال قول لي نص حضرتك قول لي نص. انا بقول لحضرتك اهو النص لما سيدنا النبي دخل لقوهم بيلعبوا مجرد لعب عادي خالص. ايه دول؟ قالوا ده احنا اعياد عادي بنلعب فيها وبنفرح وبنتجمع مع بعض واصحابنا واولاد عمنا واولاد خالتنا وبنتواصل. قال لهم لا ما ينفعش عندنا الكلام ده. ابدلكم الله عز وجل. ايه علاقه التشابه هنا يا عم الشيخ؟ ايه علاقه التشابه؟ ارجوك لا ما احنا بنتكلم ما ينفعش كلام. انا لسه بقول لك سيدنا النبي قال ما ينفعش كلام. عليك يا استاذ محمد. يا استاذ محمد انا كده سبتك تتكلم.